أحداث وحقائق وآخر مستجدات عالم بوليوود. نورة فتحي تحقق حلمها الطفولي وتظهر على شكل حورية البحر في أغنيتها القادمة. بماذا صرحت لوسائل الإعلام وكيف كانت تجربتها وما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء تقمصها لدور حورية البحر؟ حزن وقلق يخيمان على منزل كارينا كابور بعد دخولها في حالة حرجة، والكل يتساءل عن الحالة الصحية لأبنائها تيمور خان وجيه علي خان. ما طبيعة مرضها وبماذا صرح والد كارينا كابور للإعلام؟ مقتطفات حصرية من زفاف أنكيتا لوخاندي الحبيبة السابقة لنجم بوليوود الراحل سوشانت سينغ راجبوت وإعلانها رسميا خبر زواجها برجل الأعمال فيكي جاين. وإذا كنتم من متابعي أخبار نجوم بوليوود لا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتابعونا على صفحاتنا الرسمية على الفيسبوك والإنستغرام، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات. وإليكم التفاصيل. لقد تصدرت أنكيتا لوخاندي الحبيبة السابقة لنجم بوليوود الراحل سوشانت سينغ راجبوت عناوين الصحف الهندية بعد إعلان خبر زواجها بحبيبها فيكي جاين بعد علاقة حب دامت لأزيد من 3 سنوات. لقد كان زفاف أنكيتا لوخاندي وفيكي جاين تقليديا بكل المقاييس ووفقا لطقوس هندوسية، إذ قام الزوجين بمشاركة العديد من الصور ومقاطع الفيديو توثق حفل زفافهما. إليكم مقتطفات حصرية من حفل الزفاف. لقد انتقلت نجمة بوليوود كارينا كابور مساء يوم الاثنين إلى حسابها الشخصي على الانستغرام للإعلان عن خبر صادم مفاده أنها بعد أن خضعت للاختبار الطبي تأكد بأنها مصابة بالفيروس بعد أن كانت نتيجة اختبارها إيجابية. إذ جاء في رسالتها التالية: لقد أثبت إصابتي بالفيروس وعزلت نفسي على الفور مع اتباع جميع البروتوكولات الطبية، وأطلب من أي شخص كان على اتصال معي خلال الأيام السابقة أن يخضع للاختبار للتأكد من ذلك، فقد تم تطعيم عائلتي والموظفين أيضا، هم حاليا لا تظهر عليهم أي أعراض لحسن الحظ. ولكن للأسف كان تحذير كارينا كابور متأخرا، فقد أصيبت أيضا صديقتها المقربة أمريتا أرورا أخت نجمة بوليوود مالايكا أرورا، فهي أيضا خضعت للاختبار وكانت نتيجتها إيجابية. فقد أكدت صحيفة التايمز أن كل من كارينا كابور وأمريتا أرورا قد انتهكن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالمرض وحضرن العديد من الحفلات.
وفي مقابلة حديثة مع راندير كابور والد كارينا كابور، سئل عن الحالة الصحية لأبناء كارينا تيمور خان وجه علي خان، أجاب معلقا: كارينا كانت تعاني من حمى خفيفة وألام في الجسم يوم الأحد، وبعد أن خضعت للاختبار كان إيجابيا، وهي حاليا في الحجر الصحي بالمنزل، وطلبت منها أن ترسل الأطفال إلى منزلي، لكنها قالت بأن تيمور وجيه يمكنهما البقاء معها، فأنا قلق جدا عليهم جميعا، وأتمنى أن يكونوا على ما يرام. كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة تعقيم منزل كارينا كابور بعد التأكد من إصابتها. إليكم هذا المقطع. فدائما ما تفاجئ نجمة بوليوود نور فتحي معجبها بعمل فني يختلف اختلافا كبيرا عن أعمالها السابقة، فقد حصلت نور فتحي على فرصة ذهبية لتعيش خيال طفولتها، إذ ستلعب دور حورية البحر في أغنيتها المقبلة. كما سئلت عن مدى استعدادها لتصوير هذه الأغنية وعلقت قائلة: إذا كان هناك شيء إبداعي وخال من المألوف فأنا متحمسة جدا، فعندما كنت طفلة كنت أشاهد الكثير من الرسوم المتحركة وأرسم حورية البحر، فكنت دائما مفتونة بالطريقة التي تتحرك بها في الماء، فهي مذهلة وأنثوية للغاية. كما أضافت معلقة: كان علي أن أبدو جميلة وساحرة أثناء مواجهة الكاميرا، لكن كان من الصعب التصوير بهذا الشكل، إذ بمجرد ارتدائي لذلك الزي أكون في حالة بكاء وألم، لم تكن هناك طريقة يمكن أن أحرك بها جسدي، لذا كانوا ينقلونني داخل المجموعة وخارجها على النقالة. والجدير بالذكر أن زي حورية البحر يزن أكثر من 15 كيلوغرامات، ويتطلب مدة تزيد عن ساعتين للانزلاق داخل الزي. Bye. Bye, ma'am. Put it in the garage.